السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت أول مرة تشاهد قناتي أدعوك للضغط على زر الاشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بإشعار في كل مرة نضع فيديو جديد، واضغط على زر أعجبني للفيديو إذا أعجبك الفيديو. We'll be right back.
إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة أنصحك بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوصل بالجديد.
إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح تركيب سقف الجبس. أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بالجديد، ويوجد حلقة مقبلة بإذن الله لطرق تركيب ديكورات الجبس والمزيد من الديكورات الأخرى. تابعونا.